سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احوال جيده، واللي اول مره تشوف القناه ديالنا تشترك معنا في القناه وتفعل خاصيه الجرس باش يبقى يوصلها كل جديد. اليوم في هذا الفيديو جيت نقدم لكم مسمن ديال الفران كي تفاح مع السلو كاوكاو، كيجي شهوه منه روعه لذيذ بزاف. اللي كنحتاجو فيه في العجينه كنحتاجو جوج زليف ديال الفورف مع زلافه ديال الدقيق ديال القمح اللي يكون مغربل في الغربال ديال النيلو بحال هكا رقيق، واحد شويه ديال الخميره قد الحمصه بحال هكاك باش ما تجيناش العجينه فطيره، والملحه والتفاح اللي غنعسلو، سنيده، شويه مزهر، شويه القرفه، الزبده والزيت باش غنسمنو مسمن، كاوكاو بحال هكا صحيح اللي غنزينو به، وكاوكاو مهرمش. غنبداو بالتفاح هو الاول اللي غنعسلو، نديرو في مقله، نزيدو عليه سنيده شي جوج معالق بحال هكاك. انا درت هنايا ثلاثه تفاحات، معلقه ديال المزهر ومعلقه ديال القرفه. صافي نديرو على عافيه تكون مهيله ونخليوه يتعسل لينا. بعد ما درنا التفاح ديالنا يتعسل غندوزو للعجينه، غنعجن انايا بالما يكون شويه دافي. خاص العجينة تكون شوية مرفوفة، ما تكونش قاصحة بزاف. نبداو نشكلوها كويرات، كرات اللي يكونوا صغار بحال هكا، قد هكا بحال هكا. ملي كنشكلو حنا كندهنو يدينا بالزيت باش ما تلصقش فينا العجينة بزاف.
من بعد ما شكلنا العجينه ديالنا على شكل كويرات بحال هكا نخليوها شويه ترتاح وغنبداو نسمنوا فيها نديرو بحال شكل الرغيفات بالزبده والزيت. الزبده ديالنا تكون على حراره المطبخ، الا كان الجو بارد نذوبوها، اما دابا بحال هكا الصهد نخليوها بحال هكا غتكون رطبه نسمنوا بها. خاص التفاح يكون برد مزيان ما يكون سخون باش ما يقطعش لينا العجينه. نديرو كاوكاو مهرمش بحال هكا دوب واحد كاوكاو.
ايوا نبقى نكمل بنفس الطريقه، تنسالي هادشي كامل، ومن بعد غندهنو بصفار بيضه مع شويه الخل، وغنديرو في الفران اللي يكون سخن من قبل. ومني غادي نطيبو نوريكم الشكل النهائي كيفاش غيجي. كيف ما كتشوفوا معنا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن اللي وجدنا. كيجي زوين وكيجي مقرمش. انا غنحل معاكم وحده، كيجي داك التفاح مع السلمه لداخل. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الاعجاب، تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها تقولوا علينا بالصحه والراحه.